برئاسه الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول رئيس مجلس السياده، والدكتور عبد الله حمدوق الرئيس المناوب، ومشاركه كافه اعضاء اللجنه. ادى السيد الرئيس والرئيس المناوب وكذلك اعضاء اللجنه واعضاء السكرتاريه ادوا القسم في مستهل الاجتماع للعمل باخلاص وشفافيه ونزاهه وسريه تامه في سبيل تحقيق الاهداف المرجاه من اللجنه وتخفيف اعباء المعيشه للمواطن السوداني الكريم. اجاز الاجتماع وقائع محضر الاجتماع السابق كما استمع الى تقارير لجان العمل الخاصه بعائد صادرات الذهب والسلع الاستراتيجيه واعباء المعيشه وضروره الدعم الداخلي واستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وضبط الايرادات العامه وسن تشريعات وقوانين رادعه وتفعيل عمل الجهاز المصرفي وضبط عمل الشركات العامه وقطاع الاتصالات وتنشيط النقل والترحيل ومعالجه المشاكل المزمنه للموانئ وخاصه ميناء بور السودان، الى جانب مكافحه التهريب. اتخذت اللجنه جمله من القرارات، شملت اولا ضم السيد وزير الزراعه للجنه، وذلك لاهميه وزاره الزراعه فيما يلي الحصاد، حصاد محصول الموسم الشتوي الوفير والحمد لله، وكذلك التحضير للموسم الصيفي الذي يبدأ التحضير له في الأيام القادمة. أقرت اللجنة مبدئيا فكرة إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني وكذلك صندوق سيادي. ثلاثة، السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والذهب والتصنيع على أن يتم الاتفاق على هامش ربح معقول متوافق عليه بين الحكومة وهذه الشركات. كذلك أقرت اللجنة مراجعة السجل الضريبي لكل الشركات الخاصة العاملة في البلاد، بالإضافة إلى مراجعة عمل شركات الاتصال العاملة في السودان والنظر في مدى مساهمتها في الاقتصاد إيجابا أو سلبا. قرار آخر، نشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل من كل الأجهزة لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب من خلال انتهاج وسائل تكنولوجية حديثة إضافية. قررت اللجنة التوجيه بالإسراع في توفير كافة احتياجات موسم الحصاد من مواد بترولية وكذلك المواد البترولية الضرورية لنقل المحصول إلى جانب احتياجات الموسم الصيفي القادم، وذلك للاستفادة القصوى من التجربة الناجحة للموسم الشتوي. لعلكم تلاحظتم أقرينا في الاجتماع أن في نهاية كل اجتماع نرصد ونطلع الجمهور على مؤشرات نجاح عمل اللجنة، ولعل أول هذه المؤشرات هو سعر العملة الوطنية في السوق، ولعلنا نذكر أن في يوم 16 من هذا الشهر أول اجتماع للجنة كان الدولار الأمريكي يعادل حوالي 146 جنيه سوداني، في اليوم الثاني انخفضت القيمة إلى حوالي 135 36
ثم إلى 125 واليوم دون 120. نأمل أن هذا هذه المؤشرات تستمر مع عمل اللجنة ومتفائلون خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.